القضية الفلسطينية، هي القضية اللي تربينا عليها ونحمل بدمنا شعار القضية الفلسطينية وشعار المقاومة. ولاحظنا وشفنا كتير كان في محاولات من الاحتلال الصهيوني لطمس حضارة فلسطين، لسرقة أثار فلسطين، لسرقة كتير من خلينا نقول الشعارات اللي هي فلسطينية، الرموز الفلسطينية، التاريخ الفلسطيني. ولكن دائما كان الأدباء المفكرين الباحثين يحافظوا على هذا التراث بأساليب جدا مختلفة. أكيد رح نحكي اليوم أكثر رشا عن التراث الفلسطيني باعتباره أكيد جزء ما بيتجزأ من الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وأكيد بجسد تاريخ عريق بيمتد لآلاف السنين وبيحمل بطياته أكيد موروث ثقافي وحضاري غني. لنعرف أكثر مشاهدينا عن الموضوع بسعدنا أنه يكون ضيفنا لليوم غسان إبراهيم، مشرف بمنتدى كوشن الثقافي الفلسطيني. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا بك أستاذ. يسعد صباحك أستاذ غسان، وأهلا وسهلا بحضرتك. وقت منقول فلسطين الحبيبة عم نقول الكوفية، عم نقول الزيتون، عم نقول مفتاح العودة، عم نحكي كثير على رموز جدا مهمة. اليوم قد ما هم الحفاظ على هذا التراث اللي هو مرتبط بالقضية الفلسطينية. نعم، أسعد الله صباحكم وصباح جميع المتابعين. وأود أن أتوجه بالشكر أولا لكم ولهذه القناة المقاومة بامتياز. عودتونا تتموا دائما يعني حاضنين للقضية الفلسطينية وكل متعلقات هذه القضية. عندما نتحدث عن التراث يعني أود أن أتحدث عن التراث بشكل عام عند كل شعوب الأرض، يعني أهميته تأتي لأنه يشكل الذاكرة عند هذه الشعوب، يشكل العمود الفقري للشخصية الوطنية، للهوية الوطنية، وهو الأصالة التي لا بد من دراستها لاستمداد العبر والدروس من التراث لحل بعض إشكاليات الواقع والعبور إلى المستقبل. فالتراث بشكل عام يشكل مستوى الوعي المجتمعي عند كل شعوب الأرض. صحيح. ولكن الشعب الفلسطيني يتميز بأن هذا الموروث ممزوجا بالدمعة، ممزوجا بالجرح، ممزوج بالاغتراب، بالتهجير القسري، بجملة من الفجائع التي حلت بالشعب الفلسطيني نتيجة وجود هذا الكيان الصهيوني الغريب عن المنطقة، المارق عن كل القيم والأعراف والأخلاقيات، والمدعوم بشكل كلي من قوى الاستكبار وقوى الظلم في العالم. لكن عندما نقول نحن ندافع عن التراث، لماذا؟ نحن الشعب الفلسطيني نحن ندافع عن التراث لأننا نرى أنه يأتي في سياقات، في سياق الدفاع عن القدس وقباب القدس ومآذن القدس وأزقة القدس. نحن ندافع عن كنيسة القيامة، ندافع عن الحرم الإبراهيمي، ندافع عن قبة الصخرة، ندافع عن النقب، عن عكا، عن حيفا، عن الجليل، عن كل ما هو متعلق بالقضية الفلسطينية، وخاصة عندما يتم الترويج في الإعلام حاليا عن فلسطين أخرى ليست فلسطين التي نحن نعرفها. هناك مشروع يروج لفلسطين مقطعة الأوصال المجزوءة. نحن نقول فلسطين هي الامتداد الجغرافي من رأس الناقورة إلى أم الرشراش ومن المحيط إلى النهر. أكيد أستاذ غسان، خلينا نوضح أكثر ونعرف من حضرتك عناصر التراث الفلسطيني اللي أكيد عم يتم الحفاظ عليه، إن كان تراث مادي أو غير مادي، خلينا نوضح أكثر. نعم، هو حقيقة يعني عندما نقول التراث بشكل عام نحن نتحدث عن جملة من العادات والتقاليد، عن الثقافة، عن الأخلاق، عن اللغة، عن المعتقدات، عن التاريخ. بنفس السياق نقول أيضا هنا يتميز الشعب الفلسطيني بأنه متمسك بالجانب المادي الذي يعبر عن مكنونات هذا الضمير الفلسطيني بعدما خرج. فالمفتاح كما تحدثت سيدتي الآن هو عنوان كبير. عندما تسألي الفلسطيني ماذا أحضرت معك عندما خرجت من فلسطين، يقول أحضرت مفتاح أمرين، المفتاح والكوشان. الكوشان. الكوشان الذي هو يأتي في اسم منتدى كوشان، هذه الكلمة تركية الأصل
تم تداولها أثناء الحكم العثماني للمنطقة، وأعطاني سك الملكية، يعني كما نقول في سوريا الطابو. فهو عندما خرج أخذ مفتاحه وسك ملكية الأرض وخرج على أمل العودة ويفتح باب داره ويعود ويعيش كما كان عائشا قبل أن يتم الاستيطان في فلسطين. إن شاء الله نحن كلنا بانتظار هذا اليوم ويوم النصر. أستاذ، اليوم وقت اللي بنحكي عن فلسطين عم نحكي عن حلم لكل العرب بالعودة ومفتاح العودة. اليوم للحفاظ على التراث أهمية جدا كبيرة. اليوم مو بس نحن عم نحكي حكي، اليوم في أجيال راحت وأجيال عم تلد وأجيال عم تكبر، يعني من اليوم 48 لليوم في تراث وتاريخ مضي جميل جدا للمقاومة الفلسطينية. قدمهم اليوم نحن نحافظ على هذا التاريخ. نعم، في إطار الحفاظ على، نحن كمنتدى كوشان في إطار الحفاظ على التراث، بداية اسمح لي أن أتوجه بالشكر إلى بعض الشخصيات والقامات العالية جدا مثل الدكتور الأديب الكبير حسن حميد والأستاذ محمود خليلي والأستاذ علي جروان والأستاذ زكريا السيد والأستاذ تيسير إدريس. هؤلاء ساعدونا بأن يصوبوا لنا بوصلة العمل. لماذا؟ لأننا نحن نعمل في مجالات مختلفة، فمثلا نحن نعتمد على القصيدة وعلى القصة وعلى الرواية، نحن نعتمد على المعارض، المعارض في الفن التشكيلي والمعارض في الأعمال اليدوية. والأعمال اليدوية هنا جزءا هاما جدا، لدينا فنان اسمه مصطفى أبو يزن، هذا يجسد كل أواني واحتياجات الامرأة الفلسطينية في حياتها اليومية. يعني مثل يعني في هناك أدوات الجاروشة، ما بعرف إذا بتعرفوها أكيد، ويعني من السكين من السكين وحتى قبة الصخرة يتم تجسيد هذا العمل يدوي. أيضا يتم استخدام الندوات الفكرية والثقافية. نحن كان لدينا جملة من المشاريع، تناولنا فلسطين في الرواية، وتناولنا فلسطين في المسرح وفي السينما وفي الدراما وفي الفن التشكيلي، يعني متعددة الجوانب الطرق التي نستخدمها للحفاظ على التراث، لأن التراث عمليا هو يمثل الذاكرة الفلسطينية الحقيقية. أكيد. خلينا نحكي عن ممارسات العدو الصهيوني بسرقة التراث الفلسطيني، التهويل والتعتيم اللي عم بيكون على التراث الفلسطيني. نعم، بالنسبة للكيان الصهيوني هم يعرفون أنهم عابرون في هذه الأرض وهم مؤقتون، ويريدون أن يصنعوا تاريخا مزيفا، ويريدوا أن يصنعوا صلات لهم تاريخية بهذه الأرض، فذهبوا لسرقة الجغرافيا، ويريدون سرقة التاريخ، يريدون سرقة الأرض والوقت. آنستي، تصوري يسرقوا الزي الفلسطيني، زي الإمرأة الفلسطينية، ويفتتحوا به معارض في الغرب، والجميع يعرف أن هذا الثوب هو ثوبا فلسطينيا. سرقوا المأكولات الشعبية، سرقوا الفلكلور، يريدون أن يسرقوا الزعتر والزيتون كما تفضلتي. هم لا إرث لهم، لا تاريخ لهم، يريدون بالعنف أن يصنعوا هذا التاريخ بسرقة هذا الشيء أو ذاك، ولكن لا أعتقد أنهم سينجحون في ذلك. أكيد اليوم بوجودكم أستاذ ووجود الأدباء والمفكرين المؤرخين واليوم الشعراء، اليوم دائما مهمتكم هي الحفاظ على هذا التراث وتذكير الأجيال القادمة بالتراث الفلسطيني. خلينا نختص شوي بمنتدى كوشان الفلسطيني، نحكي عن أهمية الفعاليات اللي بتشتغلوا عليها. نعم. أهمية نشاطاتكم، نحكي عنكم بشكل، عرفنا أكثر على هذا المنتدى. نعم، حقيقة هو لماذا كان هذا المنتدى؟ نعم. لماذا أسس؟ في إطار المشروع الثقافي الوطني الفلسطيني الكبير، لابد لمجموعة من الشباب أن يكون لهم دور في هذا المشهد، فتم تأسيس هذا المنتدى على قاعدة تأطير، أولا تأطير كل الجهود الممكنة في الحفاظ على التراث. هذه المهمة الأولى. المهمة الثانية هو كيف يمكن أن ندخل في تشكيل الوعي الجمعي عند الشعب الفلسطيني.
المسألة الثالثة ذهبنا باتجاه الاهتمام والرعاية بالمواهب الشابة حتى يكون هناك تواصلا بين الأجيال، فهناك لقاءات لأجيال مختلفة. ذهبنا في منتدى كوشان أيضا للجوانب التربوية، لأن هناك جملة من المعلمين والمدرسين، فتمت إقامة دورات تعليمية وجلسات امتحانية إلى آخر من هذه الأمور التربوية. لأن الصهاينة يعتمدون على مقولة: الكبار يموتون والصغار ينسون. نحن في منتدى كوشان هدف رئيسي عند المنتدى هو إسقاط هذه المقولة، وفي الميدان عمليا الآن الذين يخوضون المعارك في الميدان هم الجيل الخامس بعد النكبة. يعني طوفان الأقصى وقبله كل الأحداث التي والصراعات والمعارك التي وقعت بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني في الضفة حتى في جنوب لبنان، إذا نظرت إلى أعمار من القادة الصف الأول إلى آخر المقاتلين تلاحظين أنهم ينتمون إلى الجيل الخامس. لذلك الصغار لم ينسوا، بل كانوا أكثر صلابة وأكثر تمسكا بالأرض وأكثر مقاومة. طيب خلينا نركز أكثر على المنتدى، عم بيكون في اليوم ضمنه نشاطات أو فعاليات بهذا الموضوع، خبرنا تفاصيلك. نعم نحن دائما تأتي الأنشطة ضمن برامج. تمام. يعني مثلا عندما يأتي وعد بالفور، نعم من 100 عام وعد بالفور، لكن الشعب الفلسطيني لا زال حتى هذه اللحظة يستنكر وعد بالفور، وأنتم تعلمون أن وعد بالفور كان ممن لا يملك منحه لمن لا يستحق. صحيح. فضمن هذه المناسبة يتم تسليط الضوء، مثلا ثورة البراق، مثلا الذكرى السنوية لطوفان الأقصى، كان كم عدة أنشطة. إذن دائما الأنشطة لمنتدى كوشان تتواكب ومع المناسبات الوطنية والتاريخية التي تخص الشعب الفلسطيني. لكن في المقابل أنا تحدثت قبل قليل أننا باعتبار أننا نذهب باتجاه المخزون المعرفي عند والتكوين المعرفي عند النشأ الفلسطيني، نحن تناولنا مثلا فلسطين في الإعلام المقاوم، واستحضرنا شخصيات من خارج المخيم لإقامة هذه الندوات. نحن تحدثنا عن المسرح الفلسطيني منذ الأربعينات من القرن الماضي حتى الآن، وماذا يشكل المسرح بالنسبة للشعب الفلسطيني، وكيف كان حاملا معرفيا المسرح للقضية الفلسطينية. تحدثنا عن مجموعة من الروايات، مثلا تناولنا مدينة الله للأديب حسن حميد التي يتحدث بها عن القدس. جملة من الأنشطة. يعني الآن عمر كوشان 5 سنوات، ف5 سنوات كانت مليئة بالعمل والجهد والنشاط. يعطيكم ألف عافية. أكيد يعطيكم ألف عافية، ومن هيك تحية من خلالك أستاذ غسان لكل الأعضاء المتواجدين بمنتدى كوشان. اليوم مهمتكم جدا صعبة بالحفاظ على هذا التراث ونقله للأجيال الجاية وتوثيق الذاكرة الفلسطينية بحق العودة. اليوم بنهاية صباحنا اليوم ونهاية فقرتنا مع حضرتك، شو بتحب تقول لي اليوم للشعب الفلسطيني؟ نعم، أنا عبر هذا المنبر المقاوم أود أن أقول لأهلنا في غزة، في التاريخ غزا الرومان والتتار والمغول ونابليون بونابرت والآن الصهاينة، في التاريخ الجميع مضى وبقيت غزة تنهض من جديد كطائر الفينيق. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأننا لمنتصرون بإذن الله إن شاء الله. وفي النهاية بس كلمة، تفضل. فلسطين لا تقبل قسمة على الاثنين. صحيح. إما لنا وإما لنا، هذا حق للشعب الفلسطيني وحلم لجميع العرب. كبرنا على هذا الحلم أستاذ غسان. يا رب إن شاء الله. أكيد فلسطين دائما بقلوبنا أستاذ، ودعواتنا دائما لأهلينا هناك. شكرا لك أستاذ غسان ولوجودك معنا لليوم، أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا رب. شكرا لك أستاذ غسان لحضورك. شكرا لدعوتك الكريمة.